مرحبا حبايبي. طبعا اليوم انا متواجد في تشيك تشيز، اوريكم اليوم الميكينج اوف خلف الكواليس. تعالوا مع بعض نشوف الجروب اكرت. تعالوا معنا. طبعا هذول اصدقائنا متواجدين معنا في تشيك تشيز، دانا وحلولي ومين كمان ومحمد. تعالوا مع بعض نشوف طبعا متواجدين في تشيك تشيز اليوم وان شاء الله يكون قد الحدث ونطلع فيه حلو. اول شيء حاب اسلم عليهم واقول لهم الف مبروك النجاح. حضرنا طبعا كل شيء جديد، وزي ما عودناهم دائما مع اجيال ان شاء الله نفيهم بالمزيد والمفيد وكل شيء جديد ان شاء الله. ان شاء الله في كل اشياء، كل جديد ومفيد وكل شيء رائع. ان شاء الله تنبسطوا معنا اكثر جدا ان شاء الله. تعال مع بعض. الكثير والكثير من المفاجآت والمسابقات مع بيتزا. عزمنا طيب بيتزا شيء. شوف اصدقائنا قاعد يتغدوا وما يعزم. من امس الليل ما اكل شيء. يا والله من امس الليل، يعني جمله مفيده. طيب تعال اصدقائنا نتعرف على المخرج حقك. الله يحييكم ان شاء الله معنا في قناه الجيار وقناه الجيار لكم ان شاء الله ومنكم. والله اتمنى انهم يستمتعوا بمهرجاناتنا خاصه في فصل الصيف. ان شاء الله حنقدم لهم كل ما هو مفيد وجميل وممتع. رجعت لكم مره اخرى اصدقائي. خلاص زي ما انتم شايفين جهزت وتظبط. طبعا باقي الان 15 دقيقه على الحفل. تعالوا نشوف. هنا عندنا مهندس الصوت اللي بيعطينا تعال. والله كلهم تابعونا وشوفوا كل جديد مع طاقم اجيال، وان شاء الله عجبكم باذن الله. اخر حاجه اجيال ايش؟ لا تعرف المرحال. طيب لهم مفاجآت كثيره في قناه اجيال. جميل. الى اجمل من اجمل الى اجمل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل خير وخير فيكم ان شاء الله. اكيد. طب يعني اليوم عندنا مفاجآت كثيره باذن الله. ان شاء الله اطفال وما بين الاجازات اللي بتبدا اجازه الصيف، والبركه فيكم ان شاء الله باذن الله. محضرين تنظيم رائع ان شاء الله، ونطلع الاطفال بطريقه جدا منظمه. محضرين اشياء مره كثير زي ما انتم شايفين، الستيج وجهزنا الاضاءات وجهزنا الدنيا والامور كلها جاهزه نطلع احلى حاجه ان شاء الله. يعني كله 100%؟ كله 100%. أهلا فيكم أصدقائي. مثل ما أنتم شايفين هذا طبعا كان برنامجنا اليوم خلف الكواليس الميكينج أوف، اللي طبعا برنامج أصدقاء أجيال في تشيك تشيز. إن شاء الله يا رب تكونوا تعرفتوا على جميع العاملين في قناة أجيال والجميع العاملين على هذا الصرح الجميل. طبعا زي ما أنتم شايفين طبعا الجميع مشغول على طبعا إظهار صورة جميلة لكم أنتم خلف الشاشات. أصدقائي الكل متواجد، أصدقائي الكل موجود بيعمل عمله. على العموم أصدقائي ما بطول عليكم، إن شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وأكيد استفدتوا معنا، وإن شاء الله نلاقيكم في الأسابيع القادمة. مع السلامة.